دكتور إكرام، إيه أكتر حاجة لفتت نظرك في خطاب الرئيس النهاردة؟ الحقيقة يمكن أهم ملاحظة في رأيي أن الخطاب جاء خطاب شامل. شامل. شامل يعني شامل يعني بيجمع موضوعات مختلفة ومتعددة حدثت في خلال السنتين أو العامين اللي فاتوا. منها ما يتعلق بالاقتصاد، منها ما يتعلق بالتنمية، منها ما يتعلق بالشباب. بس ده لفت نظرك ولا ده المفروض الطبيعي؟ لا، ما حضرتك بتقول لي ايه اللي لفتك. يعني اول حاجه لفتت نظري الشموليه في الخطاب. تمام. ان هذا الخطاب خطاب جاء شاملا في عديد من نقول الافكار التي تدور في ذهن المواطن المصري العادي. وخصوصا يعني ما يتعلق بالايجابيات، ودي تمت الاشاره اليها في الخطاب، وايضا حتى ما يتعلق بالسلبيات. وتمت الاشاره الحوار كان شامل الاثنين بالظبط. يعني تمت الاشاره من جانب السيد الرئيس الى ما يتعلق بموضوع الطاقه وارتفاع الاسعار بالنسبه للكهرباء والغاز، وبالتالي يعني هنا هو بيدعو المواطنين الى مزيد من الصبر، وفي نفس الوقت بيضع امامهم طريق الامل ان الغد افضل، ان يعني ما سيأتي سيكون أسهل مما انقضى. دي أنا في رأيي دي فكرة مهمة قوي، ودايما يعني القيادة الناجحة هي التي تستطيع أن تقنع الشعب بأفكارها وتقنعه بضرورة تحمل بعض الآلام في بعض الأحيان أو بعض المتاعب أو بعض الصعوبات من أجل الوصول إلى الأفضل. وخصوصا يعني انا وجهة نظري الشخصية يعني ان احنا بنتكلم عن فترة زمنية قصيرة في عمر الزمن، احنا بنتكلم عن سنتين، وفي خلال السنتين دي في انجازات تحققت وفي ايضا سلبيات او في نقول صعوبات ما زال الشعب يعاني منها. ويمكن يعني انا متفق مع حضرتك فيما قمت بالاشارة اليه في المقدمة، ان من الصعوبات اللي لازم الحكومة تاخدها في الاعتبار فكرة أو موضوع ارتفاع الأسعار. يعني ارتفاع الأسعار طبعا قد يكون له مبررات الاقتصادية وكده، إنما أيضا من وجهة نظري ألا يكون الأمر أكثر من قدرة المواطن على الاحتمال. طبعا في مبررات اقتصادية رفع الأسعار، إنما أيضا في تراجع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. إنما وجهة نظري في الموضوع أن الحكومة مطالبة ببذل المزيد من الأداء لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأن هناك حدود. يعني المواطن لا يستطيع أن يتحمل كل شيء وبجرعة كبيرة وفي فترة زمنية قصيرة، وبالتالي حتى يمكن أنا بدعو أيضا إلى ألا تؤخذ الوصفات التي تضعها المؤسسات الدولية كما هي، يعني مش روشتة يتم تطبيقها مباشرة، إنما بتطبق في ظروف معينة، وما هي قدرة الشعب على الاحتمال، وما هي ظروف المجتمع المصري. لأن في حالات متكررة وفي دول أخرى التطبيق الكامل والشامل والفوري لوصفات المؤسسات الدولية كما هي دون أن يؤخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي بيؤدي لأزمات، بيؤدي إلى أزمات سياسية، بيؤدي إلى عدم استقرار سياسي، وده اللي احنا يعني يجب أن نتجنبه. إنما يعني أنا عاوز هنا أبين أن هناك ضرورة لإصلاح الاقتصاد بالتأكيد، ولكن أيضا الإصلاح الاقتصادي لابد أن يتواكب معه البعد الاجتماعي.